السلام عليكم مغرب نيوز، معنا مثيرة للجدل في الشأن السياسي وهي ميسة سلامة الناجي اللي مؤخرا خرجت في واحد المواقع اللي هما مواقع حساسة وكتقيس فعلا الأمور الاجتماعية المغربية اللي كنعيشوها من ضمنها الغلاء والمحروقات. هذا ملف خطير كنعيشوه حنا كمغاربة، ومع ميسة الناجي غنحاولوا نعرفوا هذا الموضوع ديال الوقفة الاحتجاجية اللي وقع هنا في مدينة المحمدية، وقفة احتجاجية بسبب غلاء ديال المحروقات وكذلك غلاء في المعيشة وإغلاق لا سمير. ميسة الناجي مرحبا بك معنا في مدينة المحمدية ومرحبا بك معنا في هذه الوقفة. شكرا جزيلا، شكرا شكرا، هذا واجب. السؤال ديالنا المطروح، هذه الوقفة الاحتجاجية شنو يعني الأهداف ديالها وشنو الرسالة اللي كنحاولوا نوصلوها، خصوصا أننا واقفين أمام دار القضاء، أمام المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، ربما هناك رسالة غادي توصل لرئاسة الحكومة، نحاولوا نعرفوها من عندك. طبعا هذه الوقفة الاحتجاجية جات من بعد ما الحكومة خدات راحتها، غلاء وما تيخرج الناطق الرسمي باسم الحكومة كل مرة يقول لنا أنا ما عرفتش هذه الأزمة فين غادي توصل، وما تيعطي حتى شي حل، وكتخرج الوزيرة المكلفة بالأمن الطاقي المغربي وكتقول لنا عافاكم المواطنين أنتم خفضوا من استهلاككم، وكتخرج وزيرة المالية وكتقول لنا عافاكم أنتم قننوا الاستهلاك، حتى شي واحد ما باغي يشوف الامتيازات ديالهم اللي هما عايشين فيها، حتى واحد فيهم ما باغي يشوف الثروات ديالو اللي هو جمع في هذه الأعوام اللي كان الخير في المغرب، تحت ما كيفكر في الضريبة على الثروات اللي غادي تجمع واحد المبلغ مهم اللي يقدر يضمن هذا المشروع الملكي اللي سميتو مشروع الدولة الاجتماعية، كلهم كيحصنوا أرباحهم، كلهم كيحصنوا ممتلكاتهم، كلهم كيدويو على عدم تثقيف الأسعار، كلهم كيدويو على عدم إمكانية إنقاذ لسامير، وما عندهم حتى شي حل، والله يعاون الله يعاون. هذا المشكل ديال الموضوع ديال لسامير في القضاء، كيفاش كتشوفيها أميس؟ أنا ماشي متخصصة في القضاء باش نهضر على الملف، بقدر أنني كنقول كيفاش ولا هذا الصمت، كيفاش خداو راحتهم، كيفاش ما بقاتش معارضة، كيفاش ما بقاوش نقابات، كيفاش ما بقاش رأي عام كيدوي، كيفاش الصحافة كلها سكتات، شنو هذا الصمت العجيب اللي حنا ولينا فيه، أشنو واقع في هذه البلاد؟ المعارضة شيء صحي، الاحتجاجات أمر صحي ومتنفس، وإيصال الصوت ديال الشعب مضطهد باش يتخذوا حلول، باش يتزيروا، باش يضغط عليهم، باش ما ياخذوش راحتهم، باش ما يتغناوش براحتهم، باش ما يسحب لهمش ما كاينش مجتمع حي مغربي. أنا جيت لهنا لأن هذا متنفس وهذا نشاط صحي سياسي، وخصني نكون جزء منه في هذه المرحلة. سبق لك الأخت ميسة وتناقشتي هذا الملف هذا ديال المحروقات وبالأخص الإغلاق ديال لا سمير في عدة فيديوهات وعدة خرجات ديالك خرجتيهم، وبالأخص المسألة ديال غلاء المحروقات وعدم تسقيف الأثمنة وما إلى غير ذلك، لكن كيبقى دائما السؤال واش كان هناك تجاوب من طرف الحكومة لا مع المطالب ديال السياسيين ولا حتى المطالب ديال المؤثرين السياسيين في المجتمع. والو، ما ملي جات هذه الحكومه ما سمعناش استجابه، وكانها سدين ودنيهم وتيديروا ما بقاو، ما كاين حتى شي تواصل مع هذا الشعب، ما كاينش حتى الاعلام اللي كان من المفروض كيجيب الراي والراي الاخر ما بقيناش كنشوفوا برامج كتجيب الراي والراي الاخر. فهذه هي المعضله الحاليه اللي كاينه، عدم التواصل، وما عمر غيكون تواصل، لان رئيس الحكومه هو صاحب لوبي المحروقات وهو جزء من الباترونه وهو جزء من المشكل، ما عمره ما غيكون جزء من الحل. شي كلمه اخيره بخصوص هذه الوقفه؟ انا تنشكر كاع الناس اللي جاوا واخا العدد قليل، ولكن هذا امر جد صحي وانا فخوره بانني وسط منكم وكنشارك معكم. شكرا اخت ميسة، مرحبا بك. كما سمعتوا الاخت ميسة سلام الناجي كتقول على ان فعلا الموضوع هو موضوع سكوت، موضوع عدم تطرق لهذا المشكل بكل الاوجه ديالو وكل الصفات ديالو، خاصه ان الامر كيتعلق بالمواطن المغربي. دمتم في رعايه الله، تعليق للمواطن.